مع ذا الحر المانجا مع الاناناس برضو مع جوز الهند حليب جوز الهند ف خلينا نبدا اول شيء قصه كذا مع الجهتين طبعا قصه زياده شايفين كل شيء قاعد تدخل كيف تطلع الله الناس جاهز نقطع وجاهز خلاص كذا بعد ما قصيتها نزلهم مقصصين وجاهزين شوفوا انت حبة مانجا قصة بالطريقة هذه كذا شوف طالع زبده زبده مستويه مره شايفين على طول بالخلاط بحط عندي المانجا بعد المانجا عندي اللي هو الاناناس بحط لي واحده اثنتين ثلاث قطع خمس قطع ما راح احط اكثر من خمس قطع شوي يعني الاناناس طعمه مر وهذا حليب الكوكونات